أهلا بحضراتكم لتفصيل الأخبار، وهنبتدي مع استقبالات السيد الرئيس النهاردة بخصوص القمة الثلاثية. استقبل النهاردة سيادة الرئيس جلالة الملك عبد الله ابن الحسين العاهل الأردني في مطار القاهرة، وأشاد الرئيس كالعادة بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على كل الأصعدة، وأعرب عن التطلع لتعزيزها أيضا ما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين المصري والأردني على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق اللي هو تحالف الشام الجديد. ما تنسوش الموضوع ده من أول ما ابتدى، وإحنا يعني إحنا يمكن كان لينا السبق إن إحنا نعلن اسم هذا التحالف الجديد قبل ما يكتب في الجرائد بمدة طويلة، والموضوع ده هيبقى فيه ربط رائع على مستوى الكهرباء والبترول والاقتصاد وحاجات كتيرة جدا وتعاون عسكري حاجات كتير. العاهل الأردني بيعرب طبعا عن تقديره العميق اللي بتوكنه الأردن لمصر على المستوى الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة اللي بتجمع البلدين، مسيرة العلاقات على مستوى الآلية الخاصة بالتعاون الثلاثي أيضا مع العراق الشقيق. تعالوا نشوف جزء من هذا الاستقبال ونرجع مع حضرتك. الخبر اللي بعد كده أيضا استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية في القاهرة، طبعا لأنه الرئيس محمود عباس موجود عندنا في مصر من امبارح. اللقاء طبعا تناول التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ومحاولة إعادة إحيائها. الرئيس بيؤكد استمرار مصر في جهود دؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين لمساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرب عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. تجلى هذا الدور مؤخرا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وما تبعه من مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة. شوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضرتك.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والبيان بيؤكد على أهمية القضية الفلسطينية وعلى عدة نقاط شديدة الأهمية. طبعا احنا النهاردة هيكون عندنا لقاء فقرة الحوار الرئيسية حول هذه البنود العشرة المهمة للبيان الختامي للقمة، لكن يعني هنقول منها مثلا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله بيأكدوا مركزية القضية الفلسطينية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة. نقول كمان انه القمة تناولت الاتصالات والتحركات الأخيرة اللي قامت بها مصر والأردن وفلسطين على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد، طريق ما ينفعش نفكر غير فيه لتحقيق السلام الشامل والعادل. تعالوا نشوف جزء من هذه القمة ونرجع مع حضرتك. عقدت في القاهرة صباحاً قمة مصرية أردنية فلسطينية. حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن. وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معرباً سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن. من جانبه أعرب العاهل الأردني عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات إلى تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية. وقد رحب السيد الرئيس في بداية المباحثات بشقيقيه الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكداً سيادته على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين. من جانبهما توجه الزعيمان الفلسطيني والأردني بالشكر إلى السيد الرئيس على المبادرة بعقد هذه القمة الهامة والتي تأتي في توقيت حيوي في أعقاب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة في هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة تجاه القضية الفلسطينية وتثبيت التهدئة في قطاع غزة
وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكدت على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين ورئيس محمود عباس إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض، من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نروح لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي أصدر النهاردة قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. قرار إنشاء هذه الوحدة، الوحدة دي بتتبع مجلس الوزراء مباشرة، والقرار بينص على إن هدفها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها وفق قواعد قانونية مقررة، التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها حتى يتم البت فيها. طبعا الهدف هو تمكين الضحايا من تقديم الشكاوى والبلاغات والمتابعة ليها في سرية تامة عن طريق مكان واحد، تيسيرا للإجراءات ما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، أيضا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة للضحايا. وأخيرا بيشير قرار رئيس مجلس الوزراء أن الوحدة بتضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الصحة، السكان، الصحة والسكان طبعا وزارة واحدة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة لممثلين عن النيابة العامة، مجلس قومي للمرأة، مجلس قومي للطفولة والأمومة، ويجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام لهذه الوحدة. الأستاذة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والكاتبة المعروفة، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. يعني أخيرا بقى عندنا مكان تقدر تلجأ إليه المرأة وهي هادئة مطمئنة، مش شعرة إنها داخلة اسم أو متبهدلة أو تصيب سمعتها أشياء بسبب ترددها على أقسام البوليس أو ما شابه. بتشوفي أهمية ده إيه، إن الوزارات بما فيها النيابة العامة وبما فيها الوزارات المعنية تنتقل في مكان واحد هادئ مهذب لطيف جميل لتقديم هذا النوع من الشكاوى بالذات؟ خليني في الأول أحيي قرار معالي رئيس الوزراء، لأن في الحقيقة ده بيدل على اهتمام الدولة بكل ما يهم المرأة وكل ما يضمن حقوق المرأة وإن هي يعني تعيش حياة آمنة. أيوه. الحقيقة القرار ده يمكن احنا عندنا في المجلس القومي للمرأة في مكتب شكاوى المرأة، بس النهاردة لما ينشأ قرار تابع لمجلس الوزراء يضمن او يحمي الشاكيه في ضد قضايا العنف اللي ممكن تتعرض ليها المراه بالوزارات المعنيه زي ما حضرتك اشرت، ده ان دل على شيء بيدل على اهتمام عالي من الدوله المصريه الحقيقه بكل ما يهم المراه زي ما قلت لحضرتك. الهدف انا شايفه الهدف كبير في معناه، تطبيقه على الارض هو بيدي اريحيه كبرى للمراه في حاله لو تعرضت لاي نوع من انواع العنف، ان هي يبقى في حمايه، يبقى في امان، يبقى في حد في ظهرها زي ما بيقولوا، ان هي تبقى فعلا قادره ان هي تاخد كل الخطوات زي ما حضرتك اشرت من التشكيل اللي هو في نص قرار رئيس الوزراء. أيوة. ان هو يبقى النيابه العامه والداخليه والعدل الى اخره،
والحقيقه والمجلس القومي للمرأة برضه موجود، فده ده حمايه حقيقيه للمرأة ان هي تبقى فعلا ممكنه من ان هي تدلي باقوالها بكل اريحيه، ما يبقاش فيه الخوف اللي كان موجود قبل. أيوة. كده وده. أيوة. ده الحقيقه حاجه كويسه جدا جدا جدا، وبتضمن حمايه للمرأة كبيره. كمان يا فندم في لفته لطيفه جدا في القرار، انه في اماكن اقامه للسيدات الفضليات اللي جايه مثلا من اقاصي الصعيد عشان تقدم الشكوى. الحاجات دي تبدو انها صغيره، لكن بالعكس ده الواحد لما يجي مكان ما يعرفوش ويجي عاصمه يحس ان هو تايه كده، وبعدين يلاقي بقى مكان اقامه ويلاقي ناس بتتكلم وبتستقبل الشكوى، ممثلين الوزارات موجودين لاتخاذ. انا بقول ان ده يعني هو قرار شامل جامع لكل ما يخص او يهتم بالشاكية. أيوة. يعني عارف حتى زي ما حضرتك اشرت، وكمان كون ان احنا برضو مش مقصور على القاهرة بس، ان احنا كمان ممكن ننشئ هذه الوحدات في الوحدات المجمعة في المحافظات. أيوة. ده قرار بصراحة كبير جدا وفي معناه رائع. زي ما حضرتك قلت ان هي برضو يبقى في توفير مكان ليها، توفير امان ليها، توفير حماية ليها. فهم بموجب القرار ده الحقيقة ما سابوش حاجة الا ما حطوها جوه القرار. ده صحيح يا فندم، ده صحيح، لان كمان حتى كويسة جدا جدا. حتى القرار يا فندم بيشمل كافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، يعني ممكن مثلا تحتاج هذه السيدة لجلسة نفسية، تحتاج لرعاية اجتماعية لان عندها مشكلة ما في بيتها، تكون هي اللي ادت لمثلا لهذا العنف لو كان من زوجها او من حد من اقربائها. يعني ده حقيقي، ده صحيح، ده تشكرك يا فندم. ويمكن جدا. العنف في معناه يمكن هو بيختلف كثيرا من حد لحد يعني، فكل نوع عنف من دول ليه اثر نفسي على المراه. صحيح. فكون ان احنا كمان نتتبع المراه في ما خلفه من اثار نفسيه، ده جميل جدا جدا. ويمكن انا بقول انا بحيي القرار لاني بصراحه هو جمع كل حاجه، يعني ما خلاش. صحيح. حاجه الا لما وجد ليها معالجه داخل القرار، بحيث كدعم نفسي، كدعم معنوي، كدعم مادي. فكل الحاجات دي الحقيقة هي مكاسب أو حماية للمرأة المصرية. بشكرك جدا معالي النائبة سناء السعيد، عضو مجلس نواب وعضو مجلس القومي للمرأة. دي نقلة كبيرة ومحترمة ومهذبة. المرأة كانت تقول أنا هروح فين، هشتكي مين، دي بلد كلها رجالة، بلد ما بتهتمش ولا بتحترم غير الرجالة، وبعد كده اللي انا هشتكيه لو عرف الرجاله اللي اشتكيت لهم هيسندوه لانه راجل زيهم ويجي عليا اكتر من الاول. لا، نقله كبيره. بس انا ارجو انه يعني مع النقلات اللي بتعملها الدوله للمراه وللطفل ولكل الفئات اللي كانت قبل كده بتعاني ومش بتلاقي حد بيستمع اليها، ارجو ان احنا كمان نبتدي نرشد تفكيرنا في هذا الامر، ويظل القيم الاولى القديمة لمجتمعنا اللي هي الحرص على البيت والحرص على الاحترام والحرص على الود والحرص على الجيرة والحرص على الشارع وأمان المرأة والطفل في الشارع. دي القيم الأساسية. وما انساش أبدا قداسة بابا شنودة مثلث التوبة والرحمات لما قال للرئيس السادات في إنشاء مجمع الأديان في احتفال كبير سنة 77 إن القانون بيتعرض للتجريم الفعل بعد أن يحدث، لكن الدين يستطيع أن يقي بإيقاظ الضمير وإيقاظ الروح، يقي المجتمع من أنه يحصل أفعال بقى مش مظبوطة. يعني روح مع حضراتكم لختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. عناصر من قوات المظلات نفذت تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب SOF03، وعناصر من قوات الصعقة المصرية نفذت تدريب آخر مشترك لمكافحة الإرهاب SOF06، وده مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية. التدريب استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بجمهورية مصر العربية. مراحل التدريب أظهرت مستوى متميز ومهارات ميدانية وقتالية وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق، ما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية. سيادة اللواء شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ إيهاب.
يعني هذا التدريب تدريب يبدو شوية من نوع خاص، فحضرتك تلقي لنا مزيد من الضوء على أهمية أن يكون التدريب ده مخصص فقط لعناصر القوات الخاصة وتدريب آخر مشترك لعناصر قوات المظلات. الحقيقة هو هذا التدريب له طبيعة خاصة زي ما سيادتك تفضلت وقلت، شمل قوات الصاعقة وقوات المظلات المصرية الصعقة. وده الحقيقة مش جديد على قواتنا المسلحة بالكامل في إطار تنفيذ القوات المسلحة تبادل خبرات عسكرية متعددة مع الدول الصديقة. طيب هذا التدريب اللي احنا نقول عليه اسمه جي 6 شمل حاجات مهمة جدا في قطاع مكافحة الإرهاب، أبرزها على الإطلاق اللي هو التدريب في ميادين الرماية المختلفة اللي هي النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي التي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف سواء من الثبات والحركة، ودي بتتميز بها دائما وأبدا القوات الخاصة. أنا كنت دائما بقوله النهاردة، كنت بقول في مقدمة البرنامج وحياتك تصلح لي، أنه مصر عندها خبرات قتالية رائعة في مكافحة الإرهاب، لأنه طبعا الدول الأمريكية والأوروبية ما عندهاش فكرة الحرب بتاعت العصابات وفي الصحراء والاحتماء بالأهالي والأنفاق اللي جوه البيوت. يعني مصر خدت خبرات رائعة في الفترة الأخيرة في هذه الأمور. يعني طبعا يا فندم ده علق عليها في الاخر، كلام حضرتك مظبوط جدا، بس انا هتطرق للجزء الثاني من التدريب المهم جدا مع القوات الخاصه الامريكيه. ثانيا تنفيذ تدريبات مشتركه للقتال في المدن، وده شيء مهم جدا، والمناطق المبنيه والاراضي المفتوحه، ودي والقضاء على البؤر الارهابيه المسلحه وخصوصا داخل المناطق السكنيه. ده شيء برضو مش أي قوات تتعرض ليه، لازم تكون قوات مدربة جدا عشان تقتحم بعض القوات السكنية، وعشان تفرق يا فندم ما بين حماية المدنيين وما بين اللي هم جايين يموتوهم. طبعا طبعا، وده الحقيقة يعني شيء رائع بتتميز به القوات الخاصة المصرية لما لها من خبرة زي ما سيادتك تفضلت وقلت، لأن مصر على مدار الفترة اللي فاتت يا أستاذ إيهاب يعني تقريبا يعني مش عاوز اقول علمت العالم واصبح عندها خبره كبيره جدا في مكافحه الارهاب. من انفاق ومن مدن ومن اراضي مفتوحه شفناها في سيناء، ومن انفاق وكافه شيء، اصبح القوات المصريه الخاصه النهارده عندها خبره كبيره جدا في مكافحه هذا النوع من الارهاب الاسود. أيوة. الذي تقريبا غزا العالم. وبالتالي كلام حضرتك مظبوط قوي في ان القوات المصريه، وخلي بال حضرتك كمان القوات المصريه خاضت الارهاب على 4 جبهات، وانا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده في مداخله مع سيادتك. أيوة. فاصبح القوات الخاصه المصريه بصفه خاصه والقوات المسلحه المصريه بصفه عامه مدرسه لمكافحه الارهاب تستطيع ان يتعلم منها العالم. على الجانب الاخر بقى سيادتك، الهاي تكنولوجي اللي بتشتغل بيه أمريكا، أعتقد ده برضو هو الجانب اللي احنا بنركز على الاستفادة منه في هذه التدريبات المشتركة لينا كقوات مسلحة مصرية. طبعا خلي بال حضرتك احنا برضو عندنا خبرة على الأرض عالية جدا، قوات مسلحة مصرية عندها خبرة على الأرض يعني متميزة جدا، مش موجودة في معظم جيوش العالم. أي. قوات مسلحة مصرية مدرسة في التدريب على الأرض، واحنا انت عارف ان عندنا النهارده مصادر سلاح كتير جدا متنوعه داخل القوات المسلحه، وده كان حلم منال لكل ضابط وكل جندي داخل هذه القوات. بالاضافه كمان انا عاوز اقول لحضرتك ان النجم الساطع بدا من 2/9 وهيستمر لحد 17/9 ان شاء الله، نعلق معاه بعد نهايه هذه المناورات. ده في بطليموس كمان مع القوات الابروسيه. تمام، عندنا يعني فعاليات كتير. بشكرك جدا سيادة اللواء شبلي عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، ونروح لتفاصيل بطليموس 2021. انتوا عارفين ان بطليموس ده كان حاكم مهم جدا وليه أثار من أثار مرحلة الجريك رومان أو المرحلة اليونانية الرومانية اللي كان فيها كليوباترا ومارك أنطونيو، وكان فيها بطليموس، ومرحلة مهمة وليها معابد مهمة في مصر. انطلقت فعاليات تدريب مصري أبروسي مشترك اسمه بطليموس 2021، فعالياته بتجري على مدار عدد من الأيام في أبروس بمشاركة عناصر من القوات الخاصة للبلدين،
برضو قوات خاصة. المرحلة الأولى من التدريب بتتضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين. التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير العمل في القوات المسلحة المصرية والأبروسية معا. ما زلنا مع القوات المسلحة المصرية اللي تبدأ فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع، كلمنا حضراتكم عنه امبارح 2021، بيستمر من 2 ل 17 سبتمبر بمشاركة 21 دولة. بدأ التدريب في قاعدة محمد نجيب العسكرية في الجوار الغربي لجمهورية مصر العربية في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بيلقي كلمة بينقل فيها تحيات تقدير الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة. يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك النجم الساطع 2021 اللي بيعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي، زي ما قلت لحضراتكم امبارح من أكبر المناورات العسكرية على المستوى العالمي والحقيقة في تاريخ مصر كمان لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة في التدريب. مدير التدريب من الجانب الأمريكي يعرب عن تقدير عميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021. ده موضوع كبير قوي يا اخوانا، لأن انت عندك وفود مهمة جدا، يعني الفرد فيهم تم اختياره وانتقاؤه بمهارة شديدة جدا من دولته، وعندك وفود 21 دولة، فنادق لإقامتهم، ترتيبات لتدريباتهم، احتياجاتهم الأخرى، وجودهم جوه مصر، ربما كمان بتنظم ليهم في نهاية اللقاءات جولة سياحية بسيطة عشان يتعرفوا على مصر ويكونوا سفراء للدعوة لزيارة مصر على أكتر من صعيد، يعني غير الصعيد العسكري يبقى في صعيد كمان سياحي وغيره. يعني مدير التدريب زي ما قلت لحضراتكم بيعرب عن تقديره لمصر على استضافة هذا التدريب المشترك وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة. بيأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. لواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية مصر العسكرية العليا، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. ست اللواء، يعني النجم الساطع ده 2021، يعني 21 دولة، وربما يعني في اشارة لان احنا في عام 21 بوفود كبيرة من اكبر المناورات في العالم. حضرتك تدينا يعني ملامح كده للاستفادة الكبيرة اللي ممكن تحصل عليها القوات المشاركة في مثل هذا النوع من التدريبات، واهمية ان هو يجرى على الارض اللي تخص الامن القومي المصري من الجهة الغربية قبيل الاستعدادات لانتخابات ليبيا 24 ديسمبر كمان. طبعا هذا التاريخ اهميته انه التدريب له تاريخ الحقيقة، يعني احنا في 2021 التدريب ابتدى في 1981 ومن التدريبات المستمرة في اعقاب اتفاقية السلام، مش كده؟ بالضبط كده. النقطة المهمة انه بيتنفذ في ميعاده، عدا كان في سنتين كده ما تنفذش فيها، لكن التدريب مستمر ومستمر على ارض مصر، ما اتنقلش لدولة تانية. عدد الدول بيزيد، دول ذات ثقل سياسي وعسكري، عندها مصانع السلاح، عندها عقيدة قتالية متطورة، عندها شاف مصر حملات مختلفة. هل نقدر نعرف يا فندم جزء من هذه الدول؟ يعني ألمانيا، فرنسا، الدول المتميزة قوي في الإنتاج العسكري دي. ما أعلنش عن أسماء الدول بالضبط، لكن بالطبع هتلاقي أمريكا، هتلاقي الدول الأوروبية عدد كبير منها، هتلاقي دول عربية، هتلاقي دول إفريقية. تنوع كبير جدا من الدول، يعني ما هيعلن عنه ان شاء الله، لكن هيبقى في هذا الاطار. اللي انا باكده انها الدول جزء منها دول ذات ثقل سياسي وعسكري. ايوه، بتشوف الحقيقه تسليح متنوع جدا وسلاح مش هنشوفه، يعني ما اشتريناهوش. والنقطه دي نقطه مهمه، هي مش مساله بس تدريب وينتقل خبرات ما بيننا وبين القوات المشتركة، منظومات التسليح المختلفة بتساعدني أيضا على انتقاء السلاح بعد كده.
يعني انا من التدريبات ديت بقول انا محتاج المنطقه دي اسددها بالسلاح اللي اتدربنا عليه في المناوره الفلانيه او السلاح الفلاني ده في بعض العيوب اثناء ده استخدام عمليات. ايوه فبتظهر الاسلحه بكل مميزاتها بكل او عيوبها. اقول ان انا عندي شبهه مثلا بيأدي لي الخدمه دي او انا ممكن بالظبط ممكن التسليح ده اللي انا ممكن اجيبه طب ما انا ممكن بستخدمه بالاسلوب الفلاني في الطائره الفلانيه او في السلاح الفلاني. الموضوع اكبر من انه انتقال بس خبرات قتاليه لكن انتقال خبرات متعدده في انتقاء السلاح ايضا خبرات في تطوير القواعد العسكريه. هل ده يا فندم كلام سيادتك ده معناه انه هذه الفرق المشاركه بتيجي باسلحه غير اللي عندنا يعني مش على ارض مصر معناها ان بنتدرب كله سلاح من اللي موجود على ارض مصر؟ لا 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 ده كل قوات جايه بسلاحها يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كانت فترة تدفق القوات المشاركة إلى مصر. بداية التدريب يوم 2 قبلها فترة كبيرة جدا من وصول القوات واللي جاي بسلاحه وبسلاح بيبقى واخد شكل تخزين معين ولو مؤقت فبيبتدي يجهز أسلحته يجهز معداته يجهز الذخائر اللي هيشتغل بيها كل دي فترة تجهيز عشان نبدأ التدريب في الميعاد بالضبط وننهي إن شاء الله في الميعاد يوم 17. سيادة اللواء يعني بتهيألي إمكانيات كبيرة لمصر أن يكون لديها قدرة على استضافة مثل هذا التدريب اللي يعد الأكبر في العالم بأعداد كبيرة لابد من وسائل راحة فنادق قيمة ربما في بعض الجولات يعني الفنادق والوسائل دي ميادين القتال على اختلاف أنواعها اللي هيجرى فيها التدريب إيه دي مهم يعني تدريب هتلاقي تدريب فيه قوات بحرية فيه قوات جوية فيه قوات برية بالطبع على الأرض دفاع جوي دي ميادين تدريب وميادين التدريب دي تستوعب هذا الحجم من القوات. النقطة الثانية تستوعب التكنولوجيا اللي الأسلحة القوات دي جايبها معاها صحيح في الدول ذات ثقل العسكري وبالتالي ميادين التدريب والتطوير اللي في القواعد العسكرية اللي حصل في مصر تخلى التدريب ده يستمر هنا ويتكرر والدول بالحقيقه بتسعى سعي كبير جدا انها تشترك فيه. طب حضرتك يا فندم كنت بتقول بناخد خبرات في تطوير القواعد العسكريه يعني وضح لي اكتر. دلوقتي انا شايف ان في دول ذات ثقل عسكري عندها سلاح متطور جدا تكنولوجيا عاليه هذه التكنولوجيا وانا عندي برضه سلاح فيه تكنولوجيا وبالتالي لازم ميادين التدريب يبقى فيها رصد تكنولوجي لنتائج الضرب. اسلوب مختلف جدا لتجميع القوات وانتشارها واسلوب تعاونها مع بعض في ميادين التدريب. ما ينفعش الميادين القديمه اللي بقى لها فترات طويله اللي كانت مناسبه للسلاح القديم تنفع مع الاسلحه دي. فبالتالي انا لما برصد التكنولوجيا الموجوده في العالم سواء اللي عندي او اللي عند غيري بطور القواعد العسكريه مش مساله تطوير قاعده تطوير المنشات. لا ميادين التدريب دي اهم حاجه انها بتتطور داخل القاعده لتناسب التسليح الحديث والتكنولوجيا اللي فيه فاستخدم السلاح لاقصى امكانياته وبالتالي طبعا عشان تناسب ردع التحديات اللي بتواجه اي دوله من دول طبعا ده يعني كل ده مرصود من العالم. حضرتك بتتكلم على التدريبات الكبيره جدا في العالم 21 دوله العالم كله بيرصد ده كاد يكون جيش كامل يعني بالظبط العدو قبل الصديق صحيح وبالتالي ده طبعا يسوي رادع. النقطه الثانيه ان هو برضه مؤشر لوجود توافق سياسي ولو بنسبه بين ال 21 دوله اللي جايين ومصر ده صحيح. بشكرك جدا يا فندم على هذه المعلومات رادع ورساله اطمئنان. نعم يا فندم رساله رادع ورساله اطمئنان. بشكرك جدا يا فندم على هذه المعلومات القيمه سياده اللواء الطيار دكتور هشام الحلبي مستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. يعني مسألة الجوار الغرب دي مسألة مهمة جدا لكن ربما في يعني مداخلة سياسية نقدر نحللها في نهاية هذا التدريب الكبير. ان انت عندك دلوقتي الأسلحة بتاعة الإرهابيين تفوق التسليح بتاع بعض الدول فانت النهاردة لما تجمع كل هذا السلاح ولما يكون مسألة فيها شغل اكتر على موضوع الطيارات وانت هذا الجوار مضطرب ومرشح الاضطراب اكبر قبيل الاتفاق على انتخابات 24 ديسمبر ربما تكترئ هذه القوات الارهابيه والميليشيات المجرمه اللي موجوده والمرتزقه على الاراضي الليبيه انها تعمل اي عبط علشان كرسي في الكلوب ويبقى ما فيش انتخابات وده مش غريب يعني احنا شفنا دول كتير بتعمل حاجات زي كده عشان تفضل الناس في كراسيها وما شابه يعني.
فهذا فعلا زي ما قال ست اللواء يمثل ردعا كبيرا لمن تسول له نفسه أن يفكر أنه يعمل أي حاجة من التوتر على الحدود الليبية المصرية. طبعا أنا بقول أي حد ليه؟ مع أن هي حدود ليبية مصرية بس، لأن في حدود كتيرة جدا وراء الإرهابيين اللي جوه ليبيا. فريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس النهاردة بيعلن عن انضمام الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة للكراكات العاملة في مشروع ازدواج قناة السويس الجاري تنفيذه بالبحيرات المرة الصغرى، أثناء تفقده للمشروع للوقوف على مستجدات أعمال التكريك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة. وبيؤكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على أهمية زيادة معدلات التكريك بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف فيديو ونرجع لمداخلة هامة حول هذا الخبر. دكتور أحمد الشامي خبير اقتصاديات النقل ومستشار النقل البحري، مساء الخير يا فندم. تنور يا فندم. يعني الكراكة مهاب مميش الحقيقة فخر لقناة السويس، الحقيقة فخر دولي. فحضرتك تكلمنا عن مسألة تطوير القطاع الجنوبي للقناة دي عشان نفهم أكتر ده هيعود علينا بإيه وهيعلي من إمكانيات قناة السويس واستقبالها وغاطسها والحمولات الضخمة اللي بتستقبلها قد إيه؟ بص حضرتك، قناة السويس كلها 192 كيلو ونص، فيها 112 كيلو مزدوج، بقية المسافة محتاجة ازدواج، بس دي كانت مخطط انها تتم بعد 20-30. يعني ال 80 كيلو اللي فاضلين دول احنا مخططين ان كله يبقى رايح جاي عشان ما حدش يستنى برضو، بس على 20-30. تمام. جت حادثة ايفر جيفن اللي حصلت في مارس الماضي. وجت في منطقة اللي هي عند ترقيم القناة 155، المنطقة دي تعتبر من أقل المناطق بالنسبة لعرض القنال. إن هي كانت عرض القنال في المنطقة دي 205 متر. القنال من 350 متر أعلى حاجة ل 205 متر. يعني إحنا حاجة. بنتكلم في فرق 150 متر في العرض. بس ده مش مؤثر. ليه؟ لأن أصلاً المجرى نفسه الملاحي اللي هو 66 قدم طوله 122 متر. الاجناب بقى اللي هي اجناب الخدمات والتراكي للمراكب الصغيره والاخره باعماق اقل من ال 24 متر اللي هي 66 قدم. بتبتدي بقى من 18 ل 16 ل 18 لاقل حاجه 4 متر، عشان منطقه الخدمات دي مش محتاجين فيها غاطس جامد، ما بتمرش لا فيها السفينه. لا لا تمام. بس حادثه ايفر جيفن طبعا دي كانت حادثه فريده غير مسبوقه. ايوه. ادي التسارع اللي انت تعمل الخطة اللي انت كنت عايز تعملها كمان 10 سنين. حلو قوي، هايل، كويس. فسيادة الفريق سامة ربيع عرض على القيادة السياسية انه عايز يعمل 50% من المساحة، مساحة 40 كيلو، كويس، بداية من المنطقة اللي حصل فيها الحادث بتاع ايفر جيفن، اي الجنوح ده، بأكثر من هدف. وطبعا القيادة السياسية قبل كده كانت قالت صراحة بالفيديو دعم مطلق لأي معدات لتطوير القناة. هو بص، قناة السويس ده مرفق حيوي وأساسي عالمي وليس مصر فقط، بالنسبة لمصر بيجيب لها موارد. موارد بالعملة الأجنبية، مسار دولي، مسار ملاحي بتمشي فيه أو بتعبر فيه تقريبا ما يوازي 12% من حجم التجارة الدولية اللي بتمر في العالم كلها. انت مستهدف اللي انت ترفع هذه النسبة ل 18% على 2025 ل 25% على 2050. فطول ما انت عندك هدف اللي انت يبقى عندك زيادة استيعابية وطاقة استيعابية في قناة السويس، فلابد اللي انت تطور، لان اللي حواليك بيطور تشتغل عليه، صح؟ كويس. فانت ما بتاخد
زياده في الحصه بتاخد من الاخرين. في نفس الوقت لو الاخرين طوروا وانت ما طورتش هياخدوا من الحصه بتاعتك، الحصه الاصليه بتاعتك. بشكرك يا فندم جدا على هذه المعلومات القيمه. من له فعلا يعطى ويزاد، ومن ليس له اللي بيظن ان هو عنده يؤخذ منه. دكتور احمد الشاني مستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل، شكرا جزيلا. اروح مع حضراتكم لفاكسيرا. فاكسيرا مصر، ممثلو الصحف العالمية كانوا بيزوروا النهاردة فاكسيرا وقالوا من داخلها. احنا شفنا طبعا قبل كده الروعة بتاعة المباني والمعامل والتجهيزات والمبنى الخاص بإنتاج لقاح كورونا. ممثلين الصحف العالمية قالوا مصر أصبحت حائط صد إفريقي ضد الأوبئة. وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بتشيد بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة اللي بتمتلكها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات بعد إنشاء مصانع إنتاج اللقاحات فاكسيرا في 6 أكتوبر. هم ليهم مصنع هنا أفتكر في الدقي، هتبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر، لكن إحنا بدأنا بالفعل وفي مصريين تم تطعيمهم بسينوفاك فاكسيرا. بيقولوا ان مصر اصبح لديها الان حائط صد لحمايه شعبها وشعوب القاره الافريقيه باجملها في مواجهه الاوبئه، خصوصا وباء كورونا، خلال جوله قام بها مراسلي الوكالات الانباء الاجنبيه ووسائل الاعلام في مصانع الشركه القابضه للمستحضرات الحيويه واللقاحات فاكسير. دكتور اسلام عنان خبير اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ايهاب، كل المشاهدين اهلا وسهلا. دكتور اسلام، يعني حاجه لطيفه جدا وذكيه. انا اكتر ما يسعدني في مصر دلوقتي احنا بنشتغل على اصعده كتيره وبنفكر في حاجات مش ما كانتش مطروقه قبل كده. يعني مصنع بيعمل حاجه في الصحه، يوم ما يجي يزوره وزير صحه دوله تانية. انما فكره ان انت تعمل تمهيد لهذا الانتاج وهذا التسويق بانك تجيب كبرى وكالات الأنباء والصحف العالمية عشان يشوفوا بعينيهم ويعملوا جولة ويكتبوا ويبقوا سفراء لهذا التسويق في دولهم وفي كتاباتهم وفي جرايدهم، بعتقد فكرة جميلة جدا. جدا، ومصدر فخر لينا كلنا وليا بالخصوص، بما اني استاذ في كلية صيدلة والموضوع ده يهمنا وملف الدواء. احنا مش فقط بننتج لمصر، لان احنا يعني متصدرين في العموم على فكرة التصدير لأفريقيا. فكرة ان احنا نكون هب او مكان مركزي لتصنيع اللقاحات وبعد كده تصديرها للدول المحيطة، لان مفيش في دول الجوار على الاطلاق اعادة تصنيع لسواء الفاكسين او ما نسميه احنا اللارج موليكيولز او الادوية البيولوجية واللقاحات. بالتالي دي خطوة استراتيجية مهمة جدا ان احنا مبدئيا نكفي نفسنا. طبعا شايفين العالم كله في تاخير في الامداد لل92 دوله المشتركين في كوفاكس للقاحات. احنا من ضمن ال92 دوله، ولولا ان احنا بنطلع لقاحاتنا ومن الشهر ده زي ما تفضلت في المقدمه سينوفاك فاكسيرا موجود، احنا كان زماننا واقفين في الطابور مستنيين. صحيح، وما بنبعتش للناس مواعيد، واحنا عمالين نقول عايزين نطعم كل القطاع التعليمي، الموظفين مش هيروحوا وشغلهم الا لو متطعمين، الطلبه كذلك، الجامعات الخاصه بدات تبعت تكست مسجز على الموبايل للطلبه انك مش هتدخل الجامعه الا لو انت واخد اللقاح بكامل جرعاته. طب عايز اسال ستك عن موضوع الانتاج ده. يعني ممكن واحد يقول لك يعني انتوا جايين تترسوا وتعملوا مصانع وتنتجوا حاجه فيها جزء من الانسانيات هتصدرها غصب عنك، يعني يكاد يكون ببلاش مثلا، يعني ايه الرد على الفكره دي؟ لا، دي خطوه مهمه، كويس حضرتك طرحت السؤال ده. الخطوه دي مهمه جدا استراتيجيه. يعني احنا مصر المفروض احنا لينا دور الرياده في ملف الدواء من زمان. صحيح. الفكره حاليا ان احنا محتاجين نساعد افريقيا ودول الجوار وكلنا نطلع من الازمه دي مع بعض. احنا خروج افريقيا من مشكله كورونا هي خروج اقتصادي في نفس الوقت. صحيح. احنا الاقتصاد مرتبط ما بيننا وبين افريقيا بشكل كبير، الاخر خصوصا اخر 5 سنين في التصدير والاستيراد. الحاجه الثانيه ان احنا ابتدى بعض الدول يبقى عندها الى حد ما قدره تنافسيه لمصر في التصدير لافريقيا. احنا
بالوضع الحالي احنا اخذنا الريادة تاني بالارقام. احنا كنا الدولة رقم 2 في كذا سنة بعد الاردن، احنا من السنة الجاية باذن الله هنتصدر تاني الريادة. مثلا ده في موضوع الدواء بالتحديد، في موضوع الدواء بالتحديد بالضبط. الحاجة التانية ان ده خطوة، يعني الفاكسين لكوفيد ممكن مش هيكون فيه ارباح مثلا اللي احنا منتظرينها، ولكن المصنع يبقى مجهز ان هو يصنع اللقاحات في العموم. يعني صحيح. المصنع اللي موجود في 6 اكتوبر ده هيصنع الثمان لقاحات الاساسيين احنا نديهم لاطفالنا في الجدول الاساسي للتطعيمات، ده برضو كنا بنستورده. فبالتالي انا عملت اكتفاء ذاتي وهصدر باقي اللقاحات، وزي ما قلنا في الاول دي خطوه اولى من ضمن الادويه البيولوجيه، ان انا يبقى عندي تصنيع للادويه البيولوجيه وبصدرها. ودي في نفس الوقت اللي احنا بنفتتح فيه مدينه الدواء السنه دي، اللي باذن الله في خلال 5 سنين يبقى كمان عندنا اكتفاء ذاتي من الادويه البيولوجيه اللي نصدرها. فهي خطوه من ضمن خطوات كثيره، منها خطوه انتانيه، خطوه اقتصاديه، وزي ما قلنا حتى تجاريا هيبقى فيها ربح، سواء دلوقتي ربح قليل وفي المستقبل القريب ربح عالي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. حقيقة كنت كمان عايز اتكلم معاه بس هنخليها في وقت تاني، لان الموضوع ده كبير ومحتاج تفاصيل اكتر عن المتحورات الكثيره. وامبارح كان مستشار الرئيس بيقول انه في احتمال لو زادت الاعداد بنسبه كبيره ان احنا نرجع تاني نلجا للغلق الجزئي، فربنا يسلم. فدي مساله دي محتاجه مناقشه في فسحه اخرى من الوقت. يعني خطوط الجويه الروسيه بتعلن زياده رحلاتها للغردقه وشرم الشيخ، ودي بتبقى شارتر مباشر على طول للغردقه وشرم الشيخ من غير ما يضيع يوم ولا يومين في انه يجي مطار القاهره ولا مطار اقرب مطار ويروح وكده ويسافر على الارض. 50 رحله اسبوعيا، ده اعلان من الخطوط الجويه الروسيه امس. العمل بجداول التشغيل الجديده لها لمطار شرم الشيخ ومطار الغردقه، مضاعفه الاعداد من السائحين من موسكو للمطارين بمعدل 25 رحله لكل مطار بدلا من 5 رحلات اسبوعيا. الشركات السياحية اختارت 164 فندق، 80 منها في الغردقة، 84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين. أستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير أستاذ علي. ألو. سمعني حضرتك؟ هو مش سمعني يا جماعة. طب احنا بنكلم استاذ علي من اسبانيا، فيمكن يكون في تاخير. استاذ علي. ايوه. حضرتك سامعني دلوقتي؟ انا سامعك. هايل. استاذ علي مبروك، دي خطوه رائعه جدا، اعلان الخطوط الجويه الروسيه زياده الرحلات ومضاعفتها ل 50 رحله اسبوعيا للغردقه وشرم الشيخ، وان شاء الله بنتوقع كمان موسم شتوي قوي. تعليقك على الخبر الحلو ده؟ طبعا مساء الخير على المشاهدين وعلى حضرتك. طبعا انت حاضر عارف ان اول حاجه ان السياحه الروسيه ترجع وبالاعداد دي معناه تبتدي انطباع ان ارض الكنانه فيها امن وامان، وانها اتخذت الاجراءات الاحترازيه لمقاومه الكوفيد 19. يعني معناته ان المنشات السياحيه معده لاستقبال اي مواطن من العالم اللي ودي اهم حاجه لدعاية قوية جدا، حتى لو صرفنا عليها ملايين من الدولارات في الإذاعة المرئية أو المسموعة، فده معناته إنه حرب الأمان والاطمئنان لكل من يجي إلى مصر. طيب فندم، يعني إيه في دول تانية هتيجي بناء على عودة السياحة الروسية بقوة كده؟ احنا كنا عرفنا ان برضو المانيا بدأت تبعت رحلات، في دول تانية بتدخل في الركاب بتلحق الشهر الاخير في الموسم الصيفي؟ بص حضرتك، طبعا اول ما السياحة الروسية طبعا رجعت تدي انطباع زي ما قلت لحضرتك الامن والامان والتربية، ده طبعا بتخلي تشجع الاجنبي على واخد اللي هي زي المانيا او اوروبا معنا صح؟ ايوه. لان اوروبا بتديني اكثر من 70% للسياحه الكاذبه الى مصر. وبتديني كمان يا فندم بتديني إليت تورست، يعني بتديني سائح من الدرجه الاولى اللي بيدفع كتير وبيقضي وقت اكبر يعني. ده الحقيقه، ولكن انا عاوز اقول لك انا في اسبانيا دلوقتي، طبعا احنا هنا في الشركات الاسبانيه اللي كانت بتبيع مصر بشغف وبتكسب منه،
المقطع السياحي هو ارخص مقطع سياحي في العالم لتكالب بعض الشركات السياحيه لتقديم اسعار اقل من التكلفه، وده يضر بالمقطع السياحي المصري. النهارده طيب عمل لنا ارض خصبة ان احنا نسوق لمصر، وهو توفير الامن والامان، وبالتالي احنا المفروض نقدم المقطع السياحي باسعار تلائم المقومات السياحيه التي يمتاز بها، وان هو مقطع سياحي فريد نوع. انا بشكرك جدا يا فندم استاذ علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحيه، والحقيقه ده مطلب من اكتر من خبير سياحي من منبرنا هنا، انه طالما هذا الاقبال اصبح كبيرا بهذا الشكل، انه الاسعار يتم تحريكها بقى من قبل وزاره السياحه، غرفه المنشات السياحيه، الاتحاد الفنادق، علشان نقدر فعلا ان احنا نادي خدمه اعلى. لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، انا لما كنت مره في الغردقه سالت الراجل، قلت له طب انت دلوقتي بتكلمني عن شارتر كده، الراجل بيجي ب $100 بيقضي له 4-5 ليالي بالاكل بالفسح بالبتاع، فقال لي ما هو انا برضو بوزن الامور، ما بنزلش مثلا في الاوبن بوفيه، ما بنزلش نفس الاكل اللي بنزله لما بيبقى فيه سائح دافع كذا. فاحنا عاوزين بقى نعلي المستوى عشان يبقى المقصد السياحي مش بس اهرامات وابو الهول وبحر ورياضات مائية، لا ده يبقى كمان خدمة فندقية وسياحية على أعلى مستوى. الأهلي يتوج بطلا للكؤوس الإفريقية لليد للمرة الرابعة، ألف ألف مبروك رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، توجوا بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في المغرب بفوزهم على وداد سمارة المغربي بنتيجة 28-23 في النهائي، ليحصد النادي اللقب للمرة الرابعة. فريق رجال يد الأهلي بيتأهل للنهائي بعد ما فاز على انتر كلوب الأنجولي بنتيجة 34-30 في نصف النهائي أمس. رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس فازوا كمان على نادي أسفي السنغالي في ربع النهائي، ونجحوا في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على فاب الكاميروني 48-23، وده يعني الحقيقة فوز بفارق كبير في ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية، وخطفوا الفوز الأول بنتيجة 46-26 على ريما النيجيري في ضربة بداية المنافسة، قبل أن يهزم ريد ستار الإيفواري بنتيجة 45-26. حقيقة النتائج كلها مشرفة، وكل التوفيق لأبطال كرة اليد المصرية. طيب آخر حاجة بس هقول لكم عنوانها ونشوف الفيديو بتاعها، إنه خبر مهم جدا. الضربات الأمنية اللي حققتها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية اللي تدخلت في سرقة حسابات بعض عملاء البنوك، الأجهزة تمكنت في مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي للقيام بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك والاستيلاء على حساباتهم المصرفية. عايز أقول بس ملاحظة قبل ما نختم فقرة الأخبار ونروح نشوف الفيديو بتاع ضبط التشكيل ده. بنك مصر اللي كانت حاصلة فيه المشكلة، وده موضوع مش سري يعني كل الجرايد كتبت، بنك مصر ده في حاجة غريبة جدا، أنا بوجه سؤال للمسؤولين عنه يجاوبوني. لما بتحط حضرتك الكارت بتاعك عشان تسحب، سواء كنت عميل بنك مصر او عميل بنك اخر، بيقولك مرحبا ايهاب صبحي خير تدرس باسمي الرباعي، من فضلك دخل الرقم السري. يعني معنى كده لو حد لقى الكارت ده مرمي في الارض وهيموت عشان يعرف هيبتز مين، انا بديله الفرصة بقوله هو الراجل اسمه الرباعي، هو لما اعمل اي تليفون لخدمة العملاء اقول الكارت بتاعي ضاع وانا اسمي فلان الفلاني ادوني بس مش عارف ايه، طب انا بكلمكم الرقم التليفون التاني، الرقم التليفون بتاعي اللي متسجل عندكم كام، واروح انا مكلم بقى صاحب البنك صاحب البطاقة الاصلي واقول له بقى كسبت معانا وخسرت معانا والهكس ده كله، اديني بس بياناتك والرقم. يعني انا بصراحه الحكايه دي تمثل عائق عجيب يعني قدامي، اول مره اشوفها الحقيقه، حكايه ان انت تحط الكارت يطلع اسمك كامل وقبل ما تحط الباسورد. تعالوا نشوف مجهودات الداخليه المقدره جدا في هذه القضيه، والمجهودات دي سريعه جدا لضبط هذا التشكيل اللي استولى على ما يقرب من 3 مليون جنيه في 13 حاله نصب واحتيال على عملاء البنك، وبعد كده نرجع طبعا مع ضيفنا.
لم يكن أحد يتخيل أن مواقع الألعاب على شبكة الإنترنت والتي تعتمد على شراء العملات الافتراضية قد تكون أحد الحلقات الهامة في قضايا الاحتيال للاستيلاء على أموال عملاء البنوك. تلك هي الفكرة التي استغلها تشكيل عصابي حتى يصعب على الأجهزة الأمنية تتبع المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها. يقوم أحد عناصر التشكيل بالاتصال العشوائي بعملاء البنوك وإقناع كل حالة بأنه أحد الفائزين في سحب عشوائي قام به البنك، ليبدأ في استدراج الضحية لمعرفة بيانات البطاقات الائتمانية بكامل تفاصيلها تحت زعم تحويل مبلغ الجائزة عليها. مليني رقم اللي جالك 75 لحظات معايا في رسالة جات لك تاني مبسوط تم استلام 10,000 وفرش الان تم استلام 10,000 اطلع منها بقى فني في واحدة وصل تاني 5 أرقام. يحدث الأمر بصورة سريعة لإرباك الضحية وعدم إعطائه الفرصة في التفكير مستغلا انشغاله بفرحة الفوز. فندم في رسالة جات 8 كام الرقم؟ الرقم اللي بيجي على الرسائل كام عند حضرتك؟ بعد ما جالي الباسورد اديتهوله، طلب مني أنا اديتهوله، بعد كده قال لي ان هيجيلك مسجات تفعيلية ان البيانات كلها اتفعلت. استنيت معاه على الخط فترة، للأسف ما جاليش حاجة. ده اللي خلاني رجعت لخدمة عامة البنك. لما رجعت البنك قالوا لي ان انا اتسرقت. وبمجرد الحصول على البيانات يبدأ في سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية واستخدامها في عمليات شراء عملات رقمية من مواقع الألعاب الشهيرة، توضع في حساباتهم على مواقع الألعاب ويتم طرحها للبيع بعد ذلك بأموال فعلية على مستخدمي هذه المواقع على طريقة غسل الأموال. بعد ذلك يتم سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي. المتهم الأساسي بيبدأ ياخد الأرصدة المستولى عليها من المواطنين، بيخش على مواقع الجيمينج المنتشر على صفحات الإنترنت ويبدأ يعمل عمليات شراء من الفيزا بتاعة المجني عليه بالرصيد اللي موجود كله، سواء عنده مثلا 1000 أو 2000 لحد 150 أو 200,000 جنيه، وبعد كده بياخد الفلوس من مشترين النقاط دي يحولها على خدمة الفون كاش وبيتم صرفها من ماكينات الصراف الآلي. برغم تعقيدات تلك القضية والتحويلات التي يقوم بها عناصر التشكيل لصعوبة تتبعهم، إلا أن الأجهزة الأمنية وما لديها من تقنيات حديثة واحترافية كبيرة في التعامل مع الجرائم المستحدثة كانت لهم بالمرصاد، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر التشكيل 5 بعد تتبع الاتصالات وحركة الأرصدة باستخدام التقنيات الحديثة. سقط هذا التشكيل العصابي رغم ما اتخذه من إجراءات الحذر حتى لا يقع في قبضة الأمن، واعترف عناصره بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم العديد من وقائع النصب على عملاء البنوك بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، وأضافوا بقيامهم شراء عقار وقطعة أرض من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك. تم التحفظ عليهم جميعا. بيكلم أرقام عشوائية وكان بيقول لهم أن أنتوا كسبتوا فلوس، والناس عادي كان بتديله آخر 4 أرقام من الفيزا ويقول لهم أنا موظف في بنك، ويقول لهم الدنيا مبروك كسبتوا معنا نقط وادوني آخر 4 أرقام في الفيزا بتاعكم. مجهود كبير تبذله أجهزة وزارة الداخلية لضبط التشكيلات العصابية التي تحتال لسرقة حسابات عملاء البنوك، ترجم واقعيا إلى سقوط عناصر تلك التشكيلات سريعا في قبضتها رغم صعوبة هذا النوع من القضايا وتنوع أساليب الاحتيال. ويبقى على عملاء البنوك الحذر وعدم مشاركة حساباتهم مع أحد.